فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. كنا مع المؤلف رحمه الله فيما ذكر من أن المخالفة إما أن تكون علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة، وعلى جميع التقديرات تكون مأمورا بها. قال: لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه، أو للشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له. قال: وذلك لوجوه. أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله عز وجل: فاقتلوا المشركين، وقوله: فأصلحوا بين أخويكم، وقال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، وهذا كثير معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يشير الشيخ رحمه الله في هذا الكلام إلى ما ذكره الأصوليون من أن الحكم إذا علق بوصف صار ذلك الوصف علة لذلك الحكم، مثل قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، معناه أن الشرك علة لقتلهم. وكما يقال: أكرم الضيف، معناه أن الضيافة أن الاستضافة علة للإكرام. أكرم المجد، معناه أن الجد في العمل أو الجد في أي شيء سبب لإكرام فاعل ذلك الشخص أو فاعل ذلك الفعل. هذا هو المقصود، أنه إذا علق الحكم بصفة كانت تلك الصفة علة لذلك الحكم. فإذا قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود والنصارى، دل على أن كونهم يهودا أو نصارى هو العلة من الأمر للأمر بمخالفتهم. خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، إلى غير ذلك. نعم، صلى الله عليكم. قال: فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم فيكون مطلوبا بطريق الأولى. هذا كما سبق. نعم.